أخبار اليوم. اوعى يا بنت اهو، ولا 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 ايه بقى اللي في العربيه اللي ورا دي؟ ها؟ بتصوروا ايه؟ المحاكمات دي كلها نايمه لغايه دلوقتي. تعالى واحد ساب النص ساعه. بص كان بدا عشان القضاء بتاعنا بس يلا شغال خلاص يشغل نفسه في المحاكمات ويرقع الاحكام بالاعدام. يلا يا جماعه عشان تطلع هنقفل الباب يا جماعه.